بعد كده نروح للاسود. تمام ماشي، نبتدي بالابيض. اوكي، فرحه عمرك كانت امتى ولا لسه ما جاتش؟ لا ما عنديش فرحه عمري. بصي انا فرحتي بالنسبه لي دلوقتي ان انا اشوف ماما كويسه، دي اهم حاجه عندي في الدنيا، لانه ماما كبرت ودلوقتي تعبانه، ف بالنسبه لي طول ما انا شايفاها كويسه دي بالنسبه لي اهم حاجه في الدنيا. مفيش يوم حسيتي ان نجاحك ده نجاح ابيض وسعاده مفيش كده؟ ما حسيتوش لان ما لقيتش حد يحسسني بيه. حسيتي عارفه يعني اتسرق منك؟ مش اتسرق، عارفه انت لما بتعملي مجهود ما بتحسيش ان انت اللي حواليكي فعلا حابين لك الموضوع ده جدا، انت نجحتي فبتحسيش بيه، عكس انك تبقي انت فرحانه لنفسك بس انت تفرحي الناس حبالك ده اكتر، ده تشوفي نجاحك مع الناس اكتر. حسد ولا غيره ولا صحبه ما كانتش لطيفه؟ شكل ده على ده كتير. يمكن انت ما كنتيش فاضيه تشوفي النجاح ده. بالعكس خالص، انا بحب احصد نجاحي. يعني احب، يعني انا من الشخصيات اللي ما بحبش تتفرج على المونيتور بعد ما بخلص مشاهدي، عدوت ان انا اروح اتفرج اشوف انا عملت ايه. فاحب اسمع اراء الناس من بره، مش حتى من زمايلي، لازم اراء الجمهور، لان دول الناس مش هيكونوا بينافقوني. ايه اكتر فتره بيضة عشتيها في حياتك ما كانش فيها مشاكل، كان فيها استقرار، تفتكري كانت امتى؟ ممكن تقولي ممكن 2007. سنة 2007. اشمعنى 2007؟ كان يمكن عملت ساعتها الملك فاروق، وانا سعيدة جدا اصلا بالعمل ده لانه حاجة انا اتشرفت بيها. كان السنة دي كلها تقريبا شغل كتير، كان فيها سينما وتلفزيون وكنت عاملة كذا عمل يعني، ف بالنسبة لي كانت سنة وشها حلوة عليا. الأبيض بالنسبة لك إيه؟ فلوس، شهرة، سعادة، حبيب، بتقيسيه إزاي؟ أنا بالنسبة لي الأبيض راحة. يعني أنا بحس إن لازم أكون مستريحة في كل حاجة. وأنتي راحتك بتلاقيها إزاي؟ بصي أنا بيتوتية وفي نفس الوقت مش بيتوتية، يعني مش من هواياتي إن أنا ممكن تلاقيني أقعد في البيت مثلا أسبوع ما أنزلش، ما عنديش مشكلة، بس لازم تبقى حاجة شغلاني في البيت. قاعد ممكن اتفرج على التلفزيون، يومي عادي بسيط، ولكن لا قولي لنا بتدوري على الابيض ازاي؟ مش بدور على فكره، عمري ما دورت على اللون الابيض. في حد ما بيبقاش عاوز يبقى سعيد مرتاح زي ما انت نفسي بتقولي؟ نفسي طبعا، نفسي والله، بس ساعات تقولي عندك صحاب كتير حلوين تبقي عايزاكي عايزه تبقي معاهم طول الوقت. ممكن ما لقيتهاش مع حبيب لانه مش موجود. ولكن بحب السفر، يعني مثلا راحتي فعلا بسافر، بحب السفر جدا فتلاقيني طول الوقت مسافره بنبسط. مين الاشخاص اللي بيض في حياتك؟ لا ناس كتير. ازاي؟ طبعا اولهم ماما، عندي صحابي قريبين مني. صحابك مين؟ في من الوسط وقليل قوي. يعني انا بعتبرهم مش من الوسط يعني. ولكن يعني من الوسط. ومش من الوسط ازاي؟ يعني مش ممثلين. مخرجين، منتجين، يعني لا مش صحفيين. ممكن صحفيين طبعا. في ناس في الاخراج كده يعني. عندي ناس من بره الوسط خالص. حقيقي ان كل عمل بتدخليه بيبقى فيه عريس؟